أنت وادعو تحيات أهل الجنة وأهل الجنة صلاة الجنة ده دحده أسكو السلام دونام أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلان ودعو لبد قليد إلهي نحريست إلهي بركات إلهي كركا قاها آذان بقول لك فضات سلامة أتقصو السلامة أتقصو دعيسته وإياكونا دعاء دعاء الله مدى أي كوكو جوابان وعلى غايا بولي إلهي مد كلي إنتو لقا دحل بقولك إن إلهي السلامة أكو علي إنتو لقو أقبله إلهي نولا شاد أكو بركي. لذلك يهود عهدك النبي جينا صلى الله عليه وسلم نبي جينا تأوي مادان أي أورنجرين السلام عليكم غير دوش هذا أهاتو مرقاب النبي أورنجرين عليه الصلاة والسلام وحكو جواب جري وعليكم وحاتر هذين بليني يري السلام عليكم ومحي لما شكرك على هذا غيري هكوك دعلي ويان لما مرقاب النبي قرن جروا عليكم وحاتر هذين بها إنك هاي نقول نغضو عائشة رضي الله عنها والنبي أكفر لدي أيا نمكي النبي هذا الكاكو يريبي آدو لهذا الشيء هذا الحناي كتري أغزاكم الله لعنكم الله مرقاب النبي قرن ما هي عائشة يا عائشة النبي قرن كو يريد كدابو ركدا عيدا مرقاس النبي أي كتري عائشة ألم تسمع ما قالوا ووحي كوكوي راذين ميانا مغلين مرقابو النبي كوكوي وانو وحانو كجوا بميانا مغلين ولي بتود الله أقبل مايو لكن تانا نوكو يكا انو لا هيبا الله أقبل يا رسول كوي هبار كوكو انيكا يقول دع مايو لكن كيغا كيغا كو دع يا رسول كوي لان يهود قدر كالنبي كي قرانا يعني عليه الصلاة والسلام وحي رجينا يعني ان ايكنا وحي دونا يعني ايكونا نبي هبار بأولا ايمانا يعني وقيردو شابها آها تبي كليهين يكون واحد كر جينيان إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء أود عيني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولياء الله أقبل بالرجينيان ولكن نبي جبريل بأوش يقول كويري وعليكم كده مرقب عائشة عيت أنت مرقب النبي يقول ما هي عائشة كد أبو العيد هم يد مغلين وحي لذين مرقب النبي يقول ما مغلين وحنا نقول كويري ولي بتود الله أقبل ما يتهيد الله أقبل يا يعني. أكثى النبي جئت إما دام كوهد السوجرين يكون رجك قبائل النبي جيرادو يرحمك الله لكن النبي ما أرني وحكون نجري يهديكم الله الله ينسو هدي يرحمك الله يا أسكله مسلم كأسكله متين هدوش الدسودة بالنبي جود عليه الصلاة والسلام وإلهي كوحم ديو كأجوجي ولالك يا مسلم كي مغلا يا وح كوا جبنا قنيسا إنه يرادو يرحمك الله الله هي هكون نهاريستو هذه أنا أقول جواب يهديكم الله ويصلح بالكم مرقى يهود النبي أكتس كوين دسونا يان يكون رجك قبع إنه نبي قد هذا يرحمك الله ولكن نبي يرحمك الله ما أرنيني وحو أرنجر إلهي حين نسوه هذا يبو أرنجر وفي الرواية أنه يحو أرنجر أدوية دين الله إنيها قجيو أدوية دين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي نمدي سوي قرانا يان sida ubadkooga ay dhaleen ay u garanayaan inay ayagu ay dhaleen ayay nabi maxamed nabi nimadiisu xaq inay tahay way garanayaan laakiin aayadka ilaahay bay beeneenayaan ba ilaahay fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun aayadka ilaahay bay inkarayaan aayadka ilaahay bay jalla wa ala ayay beeneenayaan ubad kooga intee soo diraan bay nabiga u keen jireen oran jireen aabba orod nabiga u adeeg orod nabiga ku duciyo u adeeg ghulaam ayuu nin yahuudi nabiga u soo diri jiray markaabuu nabiga u adeegi jiray yarkaa yar sallallahu alayhi wasallam u adeegi jiray nabiguna waa u duceyn jiray mar walba laana nabigaanu naxariis cotob u ahaa safar buu nabigu baxay uu soo noqday yarkii buu waayay مرقاسا لقول يا رسول الله كي رأوبك مرقاب النبي وصعد عليه الصلاة والسلام أقل كيو كي يرجي فيه النبي قلي حقا مدح أكتد النبي كفر استي مرقو هر كي يركي آدو حنوسا أي النبي كير يا غلام يا غلام ويل كن يرو سكسو إسلام مرقاب يري أبيه وصداو أغي لا أبيه بسوقه نوكتر
kii yaraa aabihii baa ilaahay ka dhawaajiyo yidhi adic abalqaasim, abalqaasim hadalkiisa maqal, yeel hadalkiisa. Markaa buu kii yaraa ashahaadi laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. Dadna markaa buu ka soo baxay nebigu gurigii isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar. Naftii baa ka dhacday kii yara markiiba. Ilaaha waxaan ku mahadinayaa buu nebigu yuri, yarkaa yar sababtayda naartay kaga badbaadiyey baa mahadla buu rasuulku yidhi. taasuu ula dhaqmay dariskiisa. علم القرآن الكريم في بيتك. بشارو بشوي هذه برشة القرآن كله قلي جري السفر هذا واحد كبر نساء القرآن كله علوم تإسلام كأدي جو أوجوا هوي جاجا أما قوت هذا شباب دكتور أونلاين كه برشة القرآن كه علوم تإسلام كدروس دروسه تحانها وبحنا يو وحكم إذا برشة القرآن كه يهي جاجا علوم تشريع هذا تربية أوبت كأي لغة عربية قراءات كقرآن كريم كه يبرشة الصلاة ده isqorishtu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaas si dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada kuu